أهلا بكم من العراق. منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة السيد الكاظمي، وبهالطريقة هاي تنتهي الجمود والسكوت اللي دام عدة أشهر، خمسة أشهر والعراق بدون حكومة بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، ومظاهرات حاشدة طالبت الحكومة بالقضاء على الفساد، والفساد اللي أدى إلى انهيار اقتصادي واليوم إحنا نعاني من عنده. وبعد هذه التغييرات السياسية وأزمة كورونا وانخفاض بأسعار النفط، شلون راح تكون شكل الفترة اللي جاية؟ كل هذا وأكثر اليوم راح نعرفه مع ضيفنا السيد النائب نعيم العبودي، النائب عن كتلة الفتح والناطق الرسمي عن كتلة صادقون. أهلا وسهلا بك ورمضان كريم. أهلا وسهلا بك، صيام مبروك، تحياتي. إن شاء الله. بداية، هل تتوقع بأنه حكومة السيد الكاظمي راح تنجح؟ يعني هذا بالبداية، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم المؤقتة ومشاهديكم الكرام. يعني تنجح أو لا تنجح، هذا موكول للمهام التي سوف يقوم بها السيد رئيس الوزراء المكلف. يعني يحتاج الشعب العراقي، يحتاج أن يكون هناك خطوات عملية. فما هي هذه الخطوات العملية؟ سوف تتوقف على دور الحكومة العراقية بهذا الجانب. نحن نسعى ونتمنى أن تكون حكومة ناجحة، ولكن هذا يتوقف أيضا على الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها رئيس الوزراء وكابينته. نحن سوف يكون لنا دور المتابع والمراقب، وسوف يكون لنا موقف سواء من التأييد أو من الضفط عندما يعني نرى العمل. لذلك نحن الآن خلال هذه الفترة كانت لدينا ملاحظات على شخص رئيس الوزراء وعلى الحكومة، ولكن رفعنا هذه الملاحظات حتى لا نكون حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، أيضا نريد أن تكون هناك خطوات عملية تجاه الحكومة. هناك ملفات أساسية وملفات مهمة. واحد من القضايا، واحدة من هذه الملفات هو الملف الاقتصادي. هناك مشكلة اقتصادية، هناك انهيار بأسعار النفط، عندنا مشكلة الجانب الاقتصادي والجانب الصحي، الكورونا. هذا أيضا ملفات مهمة جدا، يجب الحكومة أن تسعى بأن تجد لها حلول. بالإضافة إلى ذلك، وأنا أعتقد الملف أيضا المهم، هو ملف الانتخابات المبكرة. هناك يجب أن تكون هناك خطوات مع مفوضية الانتخابات، تدليل العقبات. نحن من جانبنا ككتل نسعى بأن تكون هناك انتخابات مبكرة. أنا أتحدث عن كتلة الفتح الآن، الكتلة الفتح النيابية، لأن هو مطلب من المطالب الأساسية كانت المتظاهرين، وبالتالي أيضا نحتاج أن تكون هناك خطوة مهمة بهذا الاتجاه. مظاهرات العراق والتظاهرات خلال هذه الفترة اللي شفناها من حكومة السيد عادل عبد المهدي، واليوم لحد اليوم أو لحد يوم أمس أكو تظاهرات بعد حاشدة بمنطقة ساحة التحرير والمحافظات الجنوبية أيضا، هل يستطيع يعني السيد مصطفى الكاظمي محاربة الفساد بالبلاد خلال هذه الفترة؟ أول تظاهرات منذ اليوم الأول نحن حذرنا من بعض الجهات التي دخلت على التظاهرات. هناك من يحاول أن يحذف هذه التظاهرات، وإلا ما هو يعني تعريف لمجاميع تقطع الطرق العامة، تحرق البيوت، تحرق الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. بالتالي هناك جندات دخلت على التظاهرات. نعم، هناك فئة كبيرة جدا هم ناس واعيين موجودين في ساحة التظاهر. هذا لا تنطبق على صفة المتظاهر الذي يقتل والذي يضرب القوات الأمنية وكذلك يقطع الطرق يحرق. هذا يجب أن يكون هناك فرض قانون بهذا الاتجاه. نحن مع مطالب المتظاهرين. مطالب المتظاهرين الأساسية، النقاط الأساسية تم تحقيقها. أنا أقصد الجانب الإصلاح السياسي، هسه أمور بطالة وغيرها، هاي أمور لوجستية تتبع تشكيل الحكومة. يعني برأيك بأنه سيست التظاهرات خلال هذه الفترة اللي فاتت، لكن يعني شنو كان موقفكم بالأحداث الأخيرة بالمحافظات اللي صارت؟ منذ البداية كان موقفنا واضح جدا. هناك مطالب حق لبعض المتظاهرين، وهناك دخلت أجندات خارجية على بدأت تحرق المقرات. لذلك نقول بأنه موضوع حرق، طبعا المتظاهرين نفسهم نزلوا بيانات بأنه قضية الحرق وقضية قطع الطرق العامة وغير هذا لا يمثل المتظاهرين. بالتالي عندما يكون المتظاهرين يتبرون من هذه الأحداث والمواقف، وكذلك هو موقف أصبح يعني منتقد من قبل أعم الشعب العراقي. هنا يحتاج أن تكون الحكومة العراقية موقف حاد وموقف حاسم في فض هذا القانون. تجدد الاحتجاجات بالعراق خلال هذه الفترة، وأكو يعني على الرغم من الإجراءات اللي موجودة يعني من نشوفها بقضية كورونا، واليوم شلون تفشي الوباء بعدد كبير وبعد ارتفاع يعني نسب كلش عالية بالعراق خلال هذه الفترة، هذا يثبت على مؤشر بأنه أكو قوة إرادة للمتظاهرين؟ لا، هو موضوع بالعكس، هذا السبب أنه مشكلة للشعب العراقي.
يعني أنت عندما تكون هناك تجمعات تتجاوز التعليمات الصحية، قضية حظر، قضية كذا، هذا يسبب لنا مشكلة حقيقية. هذا مو يعني مو يسبب مشكلة لشخصه، وإنما يسبب مشكلة للمجتمع. هناك تفشي يصير الوباء، لذلك الأعداد زادت الآن في العراق. نحتاج أن يكون هناك وعي، سواء كان المتظاهر أو الطبقة السياسية أو الطبقة الوسطى، من كل طبقات الشعب العراقي يجب أن يكون هناك الوعي حاضر. هذا الوطن وطننا، يجب أن لا نخرب بيوتنا بأيدينا. هناك سياقات يتفق عليها الجميع، سواء كان المتظاهرين أو الطبقة السياسية وغيرها، هذه السياقات هي السياقات القانونية. هناك يعني حدثت أشياء لولا التظاهرات لما يعني ممكن تتحقق. واحدة من عدها قانون الانتخابات. قانون الانتخابات مفوض. هل برأيك اليوم قانون الانتخابات هو نقول راح يكون مريح للشعب العراقي وحتى الكتل؟ أكمل وأرجع لك إن شاء الله. أي نعم. اللي حصل من إصلاحات قانون الانتخابات، ولولا التظاهرات لو بعد 20 سنة ما يتحقق هكذا قانون. مفوضية الانتخابات وهي مفوضية مستقلة، استقالة الحكومة وتشكيل حكومة، وبقت الآن هي الانتخابات المبكرة. بالنسبة لقانون الانتخابات، كانت هو المطالب المتظاهرين بأنه نريد أن يكون هناك انتخاب فردي 100%. بالتالي الآن تحقق هذا القانون الانتخاب الفردي 100%، فيحتاج أن تكون هناك يعني خطوات إيجابية. أنا أعتقد بأنه موضوع العنف لا يعني يشكل يعني شيء بالإصلاحات، وإنما سوف تكون ارتدادات سلبية. لن يتعاطف الشعب العراقي، هناك خصيصة الشعب العراقي، موضوع العنف سوف يرتد أيضا بعنف. هناك يجب أن تكون خطوات سلمية وخطوات واعية جدا. ماذا نريد نحن كشعب عراقي؟ نعم هناك مشاكل بالعملية السياسية. إحنا كشعب عراقي إيش رايدين؟ استقرار، اقتصاد، هذا الشيء يعني المنطقة هذا. وهذا الشيء صعب اليوم على الكتل اللي موجودة اللي قاعدة تحكم، وأيضا الأعضاء داخل مجلس النواب وحتى الحكومة اللي موجودة. هذا الشيء صعب على لا هو مو بس يعني صياغة هذا السؤال. نعم. هو هناك مشكلة من 2003 إلى يومنا هذا، هناك مشكلة بالنظام السياسي بصورة عامة. نحن بالنسبة لنا قلنا بأنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح الحقيقي 100% إذا لم يتغير نظام الحكم، من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ونظام شبه رئاسي، حتى ندخل المواطن بالمخرجات العملية السياسية. الشعب العراقي والمواطن العراقي يأتي ينتخب شخص، ولكن هو لا يعرف من هو رئيس الوزراء، من هو رئيس البرلمان. الكتل طبعا تجي الآن وتقول يا ضد وزراء مستقلين، هو في منطق هذا المنطق القانوني؟ لا، هو النظام البرلماني يجب أن نجيبهم سياسيين حزبيين. كل دول العالم لا يوجد هناك نظام برلماني وبعدين أنت تفرض بأنه يجيب وزراء مستقلين. فبالتالي نحن عندما نتحدث وفق السياقات القانونية وفق المنطق بأنه لا، هو النظام البرلماني يجب أن يكون المشاركة حزبية. ميركل في ألمانيا تأخرت 6 أشهر حتى تشك، أو 4 أشهر حتى تشكل حكومة، راحت لأحد الأحزاب أعطتها حقيبة وزارية ودخل بالحكومة. بالتالي إذا إحنا عندنا مشكلة مع اختيار المستقلين وغير المستقلين، ونعطي تفويض رئيس الوزراء، هذا نظام رئاسي، نظام شبه رئاسي، مو نظام برلمان. هي الأحزاب، الكتل الموجودة هي تشكل هذه الحكومة، النظام البرلمان. فبالتالي هناك مشكلة. نعم، من 2003 إلى يومنا هذا لابد أن الكل يتحمل مسؤولية بقدر. من 2003 إلى يومنا هذا هناك خطوات حقيقية. واحدة من هذه الخطوات التي ممكن أن تؤدي إلى إصلاح جذري هو موضوع نظام البرلماني، إما يعني يتحول إلى نظام رئاسي أو نظام شبه رئاسي، أو لا، على الأقل يعني يكون هناك إصلاحات يعني في تغيير بعض القضايا والنقاط المهمة جدا في داخل النظام البرلماني. لو افترضنا بأنه خلال الفترة اللي جاية بأنه السيد الكاظم هو وزراء، حاولوا بأنه أو رح يحاولون بأنه أن يكونون عند حسن ظن المواطن الاعتيادي والمواطن البسيط، لكن راح يكون أكو نقاط رئيسية وأساسية حتى تبدي هذه المرحلة. شنو النقاط برأيك؟ هو المهمة محددة، يعني ما يقدر هو، يعني السيد رئيس الوزراء ما يقدر الآن، يعني عنده جانب الاقتصاد، وهنا أكو مشكلة اقتصادية لازم يحلها، قضية الرواتب. عنده مشكلة قضية الانتخابات المبكرة، فهي مهام يعني محددة. بالإضافة إلى ذلك، عندما صارت هناك مشكلة الآن بالعراق وتشكيل هذه الحكومة، كان هناك شرط بأنه لا يؤسس أي رئيس وزراء يأتي، لا يؤسس لا لحزب ولا يشارك في الانتخابات القادمة. بالتالي الآن هي المهمة واضحة جدا، لأن هو هي حكومة انقاذ يجب أن تكون في الملف الاقتصادي وفي الملف السياسي. يعني راح نشوف بأنه البترودولار خلال هذه الفترة برأيك؟ صعب يعني، بعد هو أول مرة هناك انهيار، يعني هو أكون انهيار اقتصادي عندنا بالعراق، مقابل هذا الشيء
ما ينفع وينهض بالواقع الاقتصادي. لا أنت تتحدث عندما تكون هناك دولة مستقلة، يعني وضع مستقل، وضع اقتصادي مستقل، هاي ممكن أن نؤسس للحكومة القادمة. الآن الآن المرحلة هي مرحلة، يعني مرحلة قلقة، مرحلة إطفاء حرائق. عندنا ملفات يا دوب يعني يقدر يكملها، خصوصا في الجانب الاقتصادي والجانب الصحي وقضية مفوضة الانتخابات، بالتالي ما يقدر يحقق كل الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك هناك قضايا أساسية يجب خلال هذه الفترة ما تتوقف على فقط رئيس الوزراء، أيضا على البرلمان. هناك موضوع الكتلة الأكثر عددا لابد أن يكون لها حل، فإذا لم نحلها خلال هذه الفترة راح هاي مشاكلنا سوف نرحلها للمرحلة القادمة، وهذا أكبر خطأ سترى. يعني أنت برأيك خلال الفترة اللي جاية نقول الكتلة الأكبر راح نشوف بأنه إذا ما ارتضوا خلال هذه الفترة راح نشوف أكو مشاكل تصير بالفترة اللي جاي؟ لا لا لا، شنو اللي راح يكون خلال هذه؟ مو هاي الحكومة، الحكومة القادمة، الحكومة القادمة لحد هذه اللحظة يعني نقول بعد سنة ونص أو سنتين. أي لحد الآن ما انحسمت موضوع الكتلة الأكثر عددا، نحن نريد أن تكون الكتلة الأكثر عددا التي تفوز بالانتخابات هي تروح تشكل الحكومة. وهذا هو الأفضل، يعني هو يعني راح ينطي استقرار أيضا الكتل الباقية والكتل نفسها، فبالتالي هو هذا اللي يفوز الكتلة الفلانية سين من الكتل التي تفوز هي طبيعي جدا راح سوف تشارك وتحاول الكتل الباقية من أجل تشكيل هذه الحكومة. فلماذا نبقى لحد هذه اللحظة؟ احنا لحد هذه اللحظة بهاي الدورة الرابعة لم تحسم موضوع الكتلة الأكثر عددا. فخلال هذه الفترة، خلال هذه السنة يجب أن يكون هناك عمل إما ندخلها بقانون الانتخابات أو يكون هناك تعديل دستوري هي المادة 76. يعني برأيك راح يواجه السيد الكاظمي يعني أزمات أو ضغوط خلال هذه الفترة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية؟ هو الموضوع هو هناك أزمة يحتاج أن يكون هناك تعاون بين البرلمان وبين الحكومة من أجل تذييل هذه الصعوبات. يعني إن شاء الله نحن نتمنى أن تكون هذه المشاكل لها حلول عند الحكومة العراقية. بالإضافة إلى ذلك هناك ما يخص البرلمان العراقي من التشريعات وغيرها سوف يكون إن شاء الله حاضر في دعم الحكومة، لكن إذا طبعا سارت وفق السياقات التي يرتضيها الشعب العراقي. لكن إحنا شفنا خلال الفترة اللي بدت بها وانطلقت الحكومة دخول كان جدا قوي إعلاميا، برأيك؟ يعني أكو مناصب سلمت إلى وزراء الكل استبشر منهم خير، والباقي يعني قسمت إلى قسمين، قسم قال بأنه لا ما استبشرنا خير، والقسم الثاني استبشروا خير بالحكومة اللي طبعا ما ممكن أنت ترضي الشعب العراقي. يعني أول مرة أنت شلون استبشرت خير؟ يعني هي أول مرة بعد هي الحكومة أصلا ما مشتغلة. بالعكس هناك ربما وزراء بالحكومة السابقة كانوا وزراء ناجحين، يعني بشهادة السيد الكاظمي عندما زار السيد عادل عبد المهدي قال بأنه الحكومة السيد عادل عبد المهدي ظلمت وكان خطواتها ممتازة، وهناك بعض الوزراء تقييمهم ممتاز. شلون ظلمت برأيك؟ يعني هذا يسأل السيد كاظم، هو يقول ظلمت مو أنا. لا أنت موجود بالعملية السياسية، شلون ظلمت؟ هو يقول أنت برأيك هل هي فعلا ظلمت؟ هو يقول السيد الكاظم ظلمت. أنا أقول لك الأحداث السياسية، دخول المخابرات، هذا تحليلي، دخول المخابرات الدولية عليها لم تعطى فرصة للسيد عادل عبد المهدي. لم يعني احنا بعدنا ما شايفين الحكومه، هي بدت التظاهرات وواضح جدا هنا كان هناك اجندات خارجيه تضغط بهذا الاتجاه. الفلاح، الجانب الزراعي، انت تعرف يعني كان احنا نصدر تقريبا من 1,000,000 وصلنا الى تصدير 4,000,000 وتم اعطائهم، يعني اكو مشاكل كبيره جدا تم حلها، بس للاسف الشديد لم يكن هناك تسليط الضوء عليه. يعني ماكو تسليط ضوء اعلاميا نقول؟ طبعا هم اكو مشكله بداخل الحكومه نفسها، مشكله ضعيفه بهذا الاتجاه الاعلامي. وهناك ايضا مؤسسات اعلاميه كبيره كانت تشتغل بالضبط من ذلك. يعني احنا شاهدنا خلال الفتره اللي فاتت، خلال الايام اللي فاتت، بانه وزير الداخليه الجديد صرح بأنه الشخص اللي يلعب بالمناصب بداخل وزارة الداخلية راح نقطع إيده، وهذا تصريح أخذ ترند يمكن اليوم بالسوشيال ميديا. إلى هذا سيد الكاظم بعد دخوله إلى مقر الدائرة التقاعد والحديث مع الأخ عماد، وهذه الشخصية اليوم أغلب الشارع العراقي يسأل من هو شخصية عماد، أخذت ترند. وأيضا دخول الكابتن عدنان حمد، عدنان درجال، إلى ملعب الشهداء والتفقد وافتتاحه خلال هذه الفترة أيضا أخذت ترند. اليوم نقول بأنه حكومة وانطلاقت الحكومة هذه انطلاقة إعلامية أكثر. يعني هو مقياس، يعني هو مقياس الحكومة، يعني أنت قصدك يعني هذا مقياس شنو؟ مقياس إيجابي سلبي؟ ما يعني بإيجابياته وبسلبياته. إيجابياته نتحدث بالبداية. أي قصدي يعني هي المقياس، إحنا مقاييسنا مشكلة، يعني هناك تسطيح للمشاهد وكذلك تسطيح للمواطن العراقي.
هو موضوع تقييم الحكومة، سواء الحكومة السابقة والحكومة الحالية، مو عن طريق مثلا ترند. أنا الآن هناك تعرف التخصص بالعراق الجيوش الالكتروني، أي هسه هاشتاك خلي يطلع الأول بالترند، أي واحد يعني عدة جيش الالكتروني يعمل هذا. بالتالي إحنا نريد أن تكون هناك أفعال، نحن نتمنى تكون هناك حكومة ناجحة، حكومة مستقرة تعالج المشاكل الموجودة. نحن نتابع ونراقب، إذا كان هناك عقبات في داخل البرلمان إن شاء الله سوف تحل، ولكن لا نريد نقيس موضوع نجاح الحكومة من فشلها من تلكها، أكو مقطع فيديوي أو كذا، أكو لا أكو بترند، أكو السوشيال ميديا اشتغلت عليه، لا هذا ما أعتقد بأنه يعني المقياس الحقيقي. نحن نريد أن يكون هناك نتاج، ونحن بذلك سوف ندفع. إذا كان هناك يعني تدليل صعوبات من البرلمان سوف أكيد سوف إن شاء الله يذللها المجلس النواب وكذلك الكتل، يعني إحنا نريد أن يكون هناك استقرار بالعملية السياسية. السيد نعيم العبودي، راح نذهب إلى فاصل قصير ومن بعد نكمل بقية حوارنا. من جديد رجعنا لكم مشاهدين لتكملة بقية حوارنا مع السيد نعيم العبودي. بالتكليف السيد الكاظمي، هل تعتبر بأنه العراق دخل مرحلة جديدة يمكن اعتبارها تمهيدا من الديمقراطية إنجاز التعبير؟ شلون يعني؟ يعني أكو مرحلة جديدة لنشوف بأنه الناس مستبشر خير بالشارع، المواطن البسيط. يعني ما إحنا نتمنى، بس أنا يعني أنت مجساتك من المواطن العراقي، تقول المواطن العراقي مستبشر خير شلون؟ احنا اليوم احتكاكنا من ناحيه الجانب الاعلامي وكيف اليوم السوشيال ميديا وتحدثنا عن قلنا هاي مشكله حقيقيه. اذا تتحدث يعني تقيس حكومه ونجاحها وفشلها بالسوشيال ميديا، هاي مشكله حقيقيه. احنا عندنا بالعراق لا يؤخذ السوشيال ميديا كلها مواقع التواصل، لانها تعرف شخصيات واحزاب وحركات لديها يعني مواقع تواصل اجتماعي، لديها جيوش الكترونيه، وبالتالي هي توجه نجاح فلان ونجاح فلان. نحن نتمنى أن تكون هناك خطوات عملية. الخطوات العملية تعرف إحنا نظامنا نظام برلماني واضح جدا، إحنا نتمنى أن يكون هناك إصلاح حقيقي في تغيير النظام. تغيير النظام من نظام برلماني، يعني شكل النظام عفوا، من نظام برلماني إلى نظام رئاسة ونظام شبه رئاسي. هذا شو وقت يوصل نوصل للمرحلة هذا؟ يحتاج أن تكون هناك رادع، يحتاج أن هناك وعي لدى الناس ولدى الجماهير شوي شوي، لأن أكو بعضهم يطالب بذلك بس وما خلاه من ضمن المطالب الحقيقية بأنه يجب أن تكون هناك تعديلات. قد بالمئة شفتوا من الناس اللي وافق على قضية بأنه تحويل النظام من برلماني إلى أغلب يعني أغلب الكل ما أعتقد الكتل ككتل ككتل هناك تحفظات، أكيد هناك تحفظات من الكتل السنية، هناك تحفظات من الكتل الكردية. كتل الكردية ربما لا يمكن أن تحقق، يعني البيت الشيعي موافق أغلبيته يا أغلبية أكو بهم ساكت، ولكن مثلا الضفض أكيدا الأول هو من الكتل الكلدية. الكتل الكلدية يقول أن الإنجازات التي تحققناها بالنظام البرلماني لا تتحقق في النظام الرئاسي والنظام شبه الرئاسي. بالتالي هم يحافظون على مصالحهم. طبعا هاي يحتاج أن تكون هناك حوارات، يحتاج لأن تعرف الشعب العراقي أيضا هناك مكونات، صحيح هناك أغلبية شيعية ولكن هناك أغلبية أقلية هي ليست بقليل مثل السنة والكوت وكذلك، وهي مكونات أساسية، جزء أساسي من الشعب العراقي. بالتالي يجب أن يكون هناك حوار بين الشيعة والسنة والكوت ككتل من أجل نصل إلى صيغة تحفظ يعني حق المكونات. نعم. بصراحة نجاح الكاظمي خلال هذه الفترة بالحصول على موافقة البرلمان يوضح مجددا أن المعادلة يعني والموازنة في تشكيل الحكومة بالعراق لا تتطلب موافقة إيرانية ولا بالدرجة الأولى ولا موافقة أمريكية بالدرجة الثانية. طبعا هو القرار العراقي، نعم هناك تدخلات، نعم هناك يعني تدخلات دول عظمى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل، قصف حشد شعبي، قصف مقلات، قصف قادة وبالتالي ومخابرات، السفير الأمريكي في تشكيل الحكومة يبدأ يهدد، فبالتالي هناك تدخلات، ولكن الإرادة الحقيقية المفروض لدى الشعب العراقي أن تكون القرار العراقي هو القرار الأول. هذا هو ما نسعى له، هو أن تكون دولة العراق دولة مستقلة وكذلك مستقلة بقرارها. زين، التهديد الأمريكي اليوم السفارة الأمريكية، وكان إن حديث حول هذا الموضوع مع أغلب الشخصيات السياسية اللي تحدثنا بأنه السفارة الأمريكية والسفير الأمريكي بعث برسالة يهدد بها، لكن ما شفنا بأنه أحد رفض. أنا لا أتحدث عن هذا الأخير شيء ما اللي طلع بالسوشيال ميديا الرسالة وكذا، حتى سابقا لا، هذا 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 فعلا هذا اللي جت الرسالة فعلية. أقول يعني أنا ما متأكد فعلية أو لا غير فعلية، أقول من تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي إلى يومنا هذا
يعني كان هناك ضغط كبير جدا من السفير الأمريكي، وكان يعني تهديد لبعض القيادات حتى السنية، وصلحوا بالإعلام بأن هناك تهديد مباشر من قبل السفير الأمريكي، وحتى كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط كان إجى للعراق، وأيضا كان هناك رسائل تحمل التهديد. زين، شنو موقفكم من إخراج القوات الأمريكية من العراق؟ وإحنا نشوف اليوم وسمعنا الأخبار بأنه أكو قوات أمريكية راح ترجع من جديد وخلال هذه الفترة المقبلة. موقفنا لا نسأل نحن ما هو موقفكم، نحن نطالب بخروج القوات الأمريكية، هذا ما هو مطلبنا الأساسي. وحتى يعني كان كتلة الفتح كان لها دور يعني في يعني عندما قرأ المنهاج الوزاري، المنهاج الحكومي السيد الكاظمي، أصلينا بأنه الملاحظات يجب أن تتضمن يعني منهاج الوزارة، وهو خروج وجدولة القوات الأجنبية من أرض العراق. نحن نعتقد بأنه وجود القوات الأجنبية تسبب عدم استقرار في المنطقة، عدم استقرار في العراق، عدم استقرار حتى في العملية السياسية. وإضافة إلى ذلك هنا سؤال يطرح نفسه، ما هي الحاجة لوجود قوات مقاتلة وقواعد أجنبية على أرض العراق؟ لدينا قوات الآن، هذه القوات موجودة يعني تصنف على مستوى قوتها وعلى مستوى التجربة والخبرة التي امتلكتها من المصاف المنطقة، على مصاف يعني الجيوش الأولى. عندنا الجيش، عندنا الشرطة، عندنا جهاز مكافحة الإرهاب، وأضيف إلى ذلك الحشد الشعبي، وكل هذا يعني امتلك الخبرة والتجربة في مواجهة الإرهابيين والتكفيرين. وأنا أقول لك لن تكون هناك قوات إرهابية ودولة تتولط وأن تهدد العراق وتدخل في منطقة كما حصل في 2014. نعم ممكن أن تكون هناك تهديدات أمنية، تهديدات الأمنية نعم هناك مناطق ضخوة تحتاج يعني دعم القواتنا الأمنية، يحتاج دعم قرارنا الأمني، يحتاج تطوير جهاز الاستخبارات والمخابرات، كل هذا يحتاج لعمل، ولكن على مستوى القوة موجودة، فلماذا وجود قوات أجنبية؟ لذلك هذا هو موقفنا. هناك البعض الآخر يعني بعض الآخر يحتاج أن يصير حوار وياه، هناك بعضهم تخوف أو بعضهم كذا موجود قوات ربما تأتينا قوات إرهابية، لكن اليوم نشوف الفتح بدأوا يعني يقولون بأنه راح نمشي مع قرارات واشنطن خلال هذه الفترة، يجوز تطلب بأنه نمشي لحد نهاية الفترة. الفتح قال ذلك؟ نعم. غير دقيق هذا كلام، وين موقف الفتح؟ هو موقف واضح وموقف يعني ما ممكن، يعني ما ممكن اصلا يعني هذا كلامك اسمت من تتكلم به بالاعلام نقول ما ممكن. موقفنا واضح جدا، نحن لدينا مشكله مع القوات الامريكيه ومشكله ايضا مع امريكا نفسها بانه هي تريد الخراب بهذا البلد. لا تنطلق يعني مواقفنا منطلقات عاطفيه، فكيف يكون لدينا موقف ايجابي مع الولايات المتحده الامريكيه وهي التي من 2003 دمرت البلد، احتلال العراق، البنى التحتيه، دخول داعش، 3 أشهر 4 أشهر لم تتدخل الولايات المتحده الامريكيه ولا بين قوسين التحالف الدولي، 3 أشهر لم تتدخل. واذا انت تلاحظ الان كصحفي وكاعلامي تابع الجنرالات الامريكيه وكذلك القاده الامريكان عندما دخلت داعش ما هي تصريحاتهم؟ قالوا هذا شان داخلي وهناك مشاكل بين الحكومه وبين الشعب عليها ان تحتويهم. امريكا هاي، فبالتالي 3 أشهر لم تتدخل. من وصلت طبعا وصلت الصواريخ للشعله، وصلت الصواريخ للكاظميه، حدود بغداد وصلت لمداعش. نعم. وكان البعض هنا انا اتذكر كان بعض يحاول بعض الناس يسال في مناطق الوسط مناطق الجنوب بل كذا كان هناك بيوت ايجار حتى تنتقل. صح. إلى أن إجت الفتوى المباركة، إذا أن إجى الحشد الشعبي وحول هذه الانكسارات إلى انتصارات. عندما ارتد داعش من يعني بالعكس وصل إلى أربيل أيضا هدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هنا تدخلت 3 إلى 4 أشهر لم تتدخل. يابا إحنا عندنا اتفاقية استراتيجية، ماكو. يابا أكو نحتاج سلاح، تصور اسأل اللجنة، لجنة الأمن والدفاع في ذلك الوقت. رحنا للأمريكان، طبعا بعضهم يقول يابا لماذا أنتم موقفكم إيجابي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ طبعا موقفنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقف إيجابي، لأن هي وقفت مع الشعب العراقي، وقفت مع الدولة، كان لها دور كبير جدا. الدولة الوحيدة التي وقفت معنا في ضد داعش هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى في الاحتلال الأمريكي كان الوحيد هي إيران. رحنا للولايات المتحدة، لجنة الأمن والدفاع راحوا، لكن نطونا مستشارين. نعم. الطرفين نطونا مستشارين. لا عزيز، لجنة الأمن يا متطول مستشارين. الجهة الإيرانية نطونا مستشارين بأنه إدارة الحرب. لكن المقابلة، الجهة المقابلة قلت لك 3 أشهر لم تتدخل أمريكا، هم نطونا. أقول 3 أشهر لم تتدخل، وصلت داعش إلى حدود بغداد، لجنة الأمن والدفاع راحت للأمريكان قال يابا إحنا نحتاج سلاح. طبعا هذا يا سنة 2014. نعم. شافوا السلاح قال إيه بسيطة نعطيكم إياه،
بس هذا يوصل للعراق يعني حتى تتم الموافقات 2020 تقريبا 2025 يوصلكم. هاي انت تقدر تسال لجنه الامن والدفاع بهذه المعلومه. اليابة داعش وصلت حدود بغداد شنو 2020. رحنا طبعا الدول العربيه اكيد هو موقفها كان موقف سلبي، بل بالعكس هو كان هناك دعم بعض مخابرات الدول العربيه بالمعلومات المؤكده لداعش. يعني السيد رئيس الوزراء السابق السيد حيدر العبادي يعني فقط هذا الرسمي المسجل، غير المسجل احنا ما ندري به 5000 انتحاري فقط. انت تحسبهم دول 5000 ها بس السعوديه يعني مو الدول الباقيه فقط، يعني من الدول اللي موجوده فقط السعوديه اليوم. اقول لو اكو بعد من لا الدول، لا كثير من الدول، لا يعني لا فقط 5000 انتحار فقط من السعوديه فقط، يعني الباقي ما شاء الله يعني اكرمون الاشقاء. 5000 انتحاري، انت احسب كل انتحاري اذا ياخذ له 5-6 جسد النتن يفجر بذول البسطاء، يعني وين الاماكن العمال وغيرها، شوف ايش قد تحصل. زين، فالمهم الامريكان كان هذا رتهم، الدول العربيه والاشقاء كان موقفهم سلبي من 2003 ليومنا هذا، احنا نعتبر هي حرب من طرف واحد بالنسبه لنا. الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه شافت المطلوب من عتاد واسلحه وغيرها، تم العقد صباحا مساء بمطار مثنى اتصلوا وقالوا بستلموا. فانا الدوله توقف وياي هيك بهيك موقف وانا بحاجه الطلقه. طبعا قال لها شكرا جزيلا. طبعا هذا هو كان الموقف الإيجابي الذي يعني الموقف الإيجابي والموقف السلبي للدول الموجودة في هذا المنطقة. يعني بعدنا بإطار التدخل بداخل الأراضي العراقية، هل راح ينجح الكاظم اليوم ويوقف التدخلات الخارجية التركية أيضا التي باتت تهدد المواطنين بشمال العراق من قصف مستمر على طبعا احنا نعتبره تدخل سافر، نعتبر وجودهم في بعض المناطق هو احتلال، ولذلك يجب أن تكون هي مصدر على الكل. احنا موقفنا واضح جدا، احنا تركيا، لكن انتم من طالبتوا باخراج كل القوات، كل القوات اللي موجوده ليس فقط الامريكيه. نعم احنا دا نشوف اليوم ضغط على القوات الامريكيه فقط، لكن تركيا قاعده تضرب. القوات الامريكيه تعرف مشاكلها كبيره جدا، لذلك تسلط الضوء، ولكن احنا في بياناتنا في مواقفنا في كل يعني حتى اللقاءات التلفزيونيه صلحنا باكثر من يعني لقاء، قلنا المطلوب ليس فقط خروج القوات الاجنبيه فقط الامريكيه، انما كل القوات الاجنبيه على ارض العراق تخرج. هل وجهتم بكتب إدانة للسفير التركي خلال هذه الفترة على الاعتداء الأخير اللي صار بالأراضي العراقية من قبل طائرات بيانات وبلقاءات، وحتى يعني في موقف من المواقف يعني تدخل في جانب ردينا عليه بأنه هذا تدخل في شأن العراق الداخلي أكثر من موقف. ولكن احنا مشكلتنا الحقيقية الآن وجود قوات أجنبية مقاتلة في أكثر من موقع، وكذلك وجود قواعد أجنبية، لذلك تشوف تسليط الضوء حتى الإعلام ياخذ في باله بأنه وجود القوات الأجنبية فقط الأمريكية المقصود. شنو كان الرد من عدة من قبله؟ من قبل السفير التركي أو الحكومة التركية؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك رد، يعني وإحنا أيضا خاطبنا حتى الحكومة العراقية في مراحل سابقة بأنه يجب أن يكون هناك يعني موقف من الحكومة العراقية، وسوف تجد الشعب العراقي وكذلك قوات الأمنية كلها داعم للقرارات الحكومية في إخراج القوات أي قوات أجنبية على أرض العراق. يعني ما بعد ما طالبتوا وأدانيتوا هذا الاعتداءات أو مجموعة الاعتداءات اللي حصلت بالأراضي العراقية، ولكن الحكومة التركية لا تجاوب ولا تبعث. هاي أمور معقدة. يعني شوف بالجانب التركي، شوف احنا طالبنا وقلنا هاي يعني قوات محتلة، ولكن تعرف أولويات الآن الموجودة الآن هو وجود القواعد الأمريكية والقواعد والجيوش، هناك موجودة جيوش موجودة أجنبية وبعضهم مقاتل يعني خصوص الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك تشاهد وتلاحظ بأنه الأولوية لدى الحكومة العراقية بعد الضغط البرلماني وبعد التظاهرة المليونية التي حصلت في بغداد أن تخرج هذه القوات الأجنبية الأمريكية، ومن ثم سوف يكون للعراق وكذلك للشعب موقف آخر من القوات الأخرى. نعم السيد نعيم العبودي، رح نرجع لتكملة بقية حوارنا هذا لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد، رجعنا ولتكملة بقية حوارنا وما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم مع السيد نعيم العبودي. ما هو نقول أين هو اليوم الشيخ قيس الخزعلي وبالمعادلة السياسية، والكل يعرفه بأنه هو رقم صعب طبعا موجود، يعني وين هو حاليا؟ شو يعني
اختفاء من الساحة الإعلامية. لا مو الساحة الإعلامية، مو من اختفاء من الساحة، الساحة السياسية والساحة الاجتماعية. هناك لقاءات بالساحة السياسية أيضا مع كثير من الشخصيات المهمة في الوضع السياسي والمؤثر. كانت قبل فترة كانت لديه لقاءات، ولكن تعرف الوضع الأمني يحتم على سماحة الشيخ، يعني الجهاز الأمني وكذلك الأخوان الموجودين يحتمون بأنه يبتعد خلال هذه الفترة عن مثلا اللقاءات التلفزيونية وكذلك استخدام بعض آليات الاتصال، ولكن وجوده موجود الآن. أكثر قبل 3 أيام أو 4 أيام كان لديه لقاءات مع معظم القيادات السياسية. هذا تخوف من قبل من قبلكم على الشيخ، هل هو تخوف من ماذا يعني؟ واضح جدا، يعني هذا واضح جدا. هناك دولة مارقة، دولة يعني قتلة قيادات موجودة على أرض العراق، وبالتالي سماحة الشيخ هو الحجر العثرة أمام المشاريع التي تريدها الولايات المتحدة في العراق، وبالتالي يجب أن يكون هناك بعض الاحتياطات، لأن أمريكا لا تلتزم لا بمواثيق ولا بعهود وكذلك لا بقانون، وبالتالي هو قانون القوة هو الذي يقول له. لذلك عندما يكون موقفنا سلبي من الولايات المتحدة الأمريكية هو هذا، بأنه هذه الدولة لا تحترم لا قانون لا مواثيق لا عهود، ولا ماذا تسمي بأنه طيارات تقصف قيادات موجودة في أرض العراق. وكذلك حتى سابقا كانت الطائرات التي قصفت بعض المواقع للحشد الشعبي، قالت الولايات المتحدة الأمريكية للسيد رئيس الوزراء بأنه هذه طائرات إسرائيلية، ونحن نعرف تماما بأنه ما ممكن طائرات إسرائيلية تدخل بدون علم الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هذا هو موقف، موقفنا مع الولايات المتحدة الأمريكية هو موقف بأنه تريد يعني خراب هذا البلد وتريد أن تفرض أجنداتها. هناك من يقف أمام أجندات الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، فبالتالي طبيعي جدا أن يعني يكون هو محط هدف للولايات المتحدة، ونحن نعتبر هذا غاية الفخر. السيد الكاظمي رح ينجح خلال هذه الفترة بحصر السلاح بيد الدولة خلال الفترة اللي جاية؟ هو حصر السلاح بيد الدولة يعني هو كلام يعني ضد يعني متى التخصيص، يعني إذا مقصود في قضية السلاح خارج القانون فأكيد نحن نطالب أن يكون السلاح فقط بيد الدولة. وبالمناسبة وهذا تصريحاتنا يعني إذا تلاحظ باليوتيوب القنوات الفضائية سابقا إحنا ندعو إلى ذلك. نحن أن يحتاج بأن يكون القانون وكذلك فرض هيبة الدولة على كل المواطنين، على القوي وعلى الضعيف وعلى الغني والفقير، ولكن يجب أن تكون هناك آلية. مثلا هناك سلاح لدى العشائر، هذا السلاح لدى العشائر يجب أن يعني يقنن بقانون معين. أما إذا قصدك بين قوسين هناك بعض الفصائل وبعض الميليشيات ما يسمى بالإعلام يسميها، فهذا إحنا بالنسبة لنا أيضا مع أن يكون هذا السلاح تحت سلطة الدولة وتحت هيبة الدولة. وأما بالنسبة إحنا فتعرف إحنا بالنسبة لنا عندما تشكل الحشد الشعبي وقانون الديوان كل جناحنا العسكري أصبح جزء من هذا الحشد الشعبي، وهو هيئة مستقلة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، والسلاح هو سلاح دولة. لذلك كل سلاح خارج نطاق المؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية من جيش وشلطة وحشد شعبي لابد أن يكون ويخضع لسلطة القانون. يمكن وصلتنا إلى نقطة بأنه اليوم السيد الكاظمي أعطى قرار بأنه لازم يكون اليوم الحشد الشعبي وجهاز المخابرات ومجموعة الأجهزة اللي موجودة حتى أمانة بغداد تدار من قبل رئاسة الوزراء. هل اليوم هو قادر بأنه يدير هذه المجموعة من تعتبر وزارات هذني؟ أوكي. هو تدار من قبل القائد العام، هن الهيئة الجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي هن هيئات مستقلة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، لكن حتى ضاف عليها أمانة بغداد يريد يديرها هو مباشرة. لكن أعتقد أمانة بغداد ربما تكون مؤقتة، لأن لابد أن يكون هناك أمانة بغداد شخص عليها. لا، اللي دا نشوفه خلال هذه اليومين أكو يعني خلى بأنه وزير الثقافة هو نفسه وزير الشباب والرياضة، وزير النفط هو خلى نفسه وزارات شاغرة إلى حد الآن شغل. هل هي اليوم هم الأشخاص اللي موجودين على قدر المسؤولية هذه؟ لا، هذا يعني وكالة مدة محددة، مدة أسبوع 10 أيام لازم أن تنهي قضية الوكالة. فما أكيدا مهما يكون من شخص لديه القدرة لا يمكن أن يدير وزارتين في آن واحد، لأن هو تعرف الوزارة يا دوب يقدر يديرها. أما موضوع أمانة بغداد أيضا هو موضوع كبير جدا، يحتاج أن يكون هناك شخصية تدير هذا الموضوع، ولكن لعدم وجود مثلا ربما لحد هذه اللحظة لم يتفق على فد شخصية معينة مع رئيس الوزراء، لذاك ترك الموضوع وكالة لبعض الوزارات، وأعتقد 17 أيام يكمل. برأيك 17 أيام؟ 17 أيام ممكن يعني يجيب الوزراء للوزارات الشاغرة إلى مجلس النواب العراقي. الملف الصحي بات يمثل الأولوية لدى جميع الحكومات في العالم بسبب تفشي وباء كورونا والمستجد، وكذلك من الملف الاقتصادي
هو الآخر سيكون من ملفات الضغط على الحكومة السيد الكاظمي خلال هذه الفترة؟ طبيعي جدا. تعرف موضوع كورونا بأنه بعض الدول يعني نظامها الصحي على مستوى دول العظمى انهار. يعني نشوف بريطانيا، نشوف فرنسا، نشوف ألمانيا، ربما ألمانيا بدأت السيطرة، ولكن في أمريكا ما عرف وصلت الإصابات ممكن تجاوزت المليونية. فهذا يعني الدول العظمى جاي تعاني من عدها، فكيف بالعراق؟ أعتقد لحد هذه اللحظة نعتبر ربما يكون هناك شبه إعجاز ما قامت به وزارة الصحة، وربما هو تدخل إلهي في حفظ هذه الناس، لأن كل المؤشرات كانت تؤشر بأن ربما يكون العراق منطقة من أسوأ المناطق، من أسوأ منطقة وباء، لأن تعرف إيران كانت منطقة وباء وهي يعني مجاورة للعراق وزيارات وغيرها. بس الحمد لله رب العالمين، نقول لحد هذه اللحظة نحتاج أن يكون هناك أيضا بعد إجراءات من وزارة الصحة ومن الحكومة. بالإضافة إلى ذلك هو الموضوع الذي يمكن يترتب 75% هو على المواطن نفسه، بأنه يجب أن يبتعد عن موضوع الاختلاط بالتجمعات، أخذ الاحتياطات بالتعقيم وغيرها. بهاي الحالة ممكن السيطرة على هذا الوباء. يمكن بالاجتماعات اللي صارت خلال هاليومين هذين لرئاسة الوزراء نطق قرار سيد الكاظمي بأنه المناطق المتضررة أو المتحررة أو شلون نسميها، يمكن اليوم هي المناطق المتضررة والمتحررة لديها صندوق دعم، هذا صندوق الدعم الدولي الخاص بالمناطق المتضررة أو المتحررة. اليوم يعني نوجه الأنظار ببناء المستشفيات أو الأماكن الخاصة بهذا الفيروس. هل هذا الاتجاه صح وإحنا اللي عندنا مناطق شبه اللي قاعدة بالقاع؟ لا، هذا ما يعني فيما يخص المناطق يعني هو صندوقها خاص به، أما المناطق الأخرى لا، هو يعني هناك مشكلة كبيرة جدا. شوف أنت هذا الفيروس ربما هسه صار شغل الشاغل، أنت روح للبصرة روح للناصية، معدل ربما أعتقد الناصية هي المعدل الأول يعني في المحافظات في مرض السرطان، وتعرف أنت لا موجود يعني بنية تحتية في الجانب الصحي. بصورة عامة إحنا الجانب الصحي لدينا مشكلة كبيرة جدا، يحتاج أن تكون هناك ثورة في المجال الصحي حقيقة. لأن أنت روح الآن المستشفيات روح كذا، يحتاج تغيير الجانب الإداري، التعاطي مع الناس، البنى التحتية، بناء المستشفيات، ولا بد أن يكون هناك دخول للقطاع الخاص حتى تساعد الدولة، لأن تعرف أغلب الدول العالم الآن الموجود هو القطاع الخاص، وجود بناء المستشفيات الكبيرة جدا. بهذه الحالة أنا أعتقد بأنه يحتاج أن تكون هناك حركة ويحتاج هناك تخطيط كبير جدا على مستوى الدولة، مو على مستوى شخص أو مستوى محافظ أو مستوى وزير، يحتاج على مستوى أولويات الدولة أن تضع الجانب الصحي من أولوياتها في بناء العراق. زين، شنو اللي ينقصنا بأنه اليوم نكون حالنا حال الدول المجاورة للعراق؟ يعني اليوم القطاع الصحي يعاني، القطاع التربوي يعاني، شنو اللي ينقصنا خلال هاي 17 سنة ما سويناه؟ طبيعي بالشوفة من 2003 ليومنا هذا، احتلال أمريكي، وجود داعش، فساد إداري وفساد مالي، كل هذه عوامل هي التي أخرتنا. وقبلها كان هناك حصار جائر، وجود نظام بحثي عفلقي، أنت شوف انتقام من نظام دكتاتوري، نظام بحثي عفلقي إلى نظام ديمقراطي مفتوح 100%. بالتالي هناك مشاكل، عملية التغيير لم تحصل للعراق من الداخل، إنما حصلت من الخارج. هذا أيضا هناك ضريبة يدفعها الشعب العراقي. لذلك نقول بناء الدول، بناء الديمقراطيات، بناء الجمهورية صحيح تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى عملية تراكم، ولكن خلال هذه الفترة يجب على الأقل أن نؤسس ولو لخطوة خطوتين أمام لبناء مؤسسات دولة حقيقية. نحن نعاني من هذا الجانب، لذلك أقول هناك بعض الإصلاحات، هذه الإصلاحات مهمة جدا، شوفها بسيطة ولكنها لها ترتيب، مثل قضية نظام الحكم من نظام برلمان إلى نظام رئاسي، لأن هذا سوف يكون مسؤول أمام الشعب، بيقدم 1 2 3، مو مثل هسه. حتى المحافظين يعني احنا طرحناها في لجنة التعديلات الدستورية وصار اتفاق عليها بأن المحافظ يجب أن ينتخب من قبل أبناء المحافظة نفسهم بالمباشر، يعني مو مجلس محافظة ينتخب المحافظ. وهذه نقطة مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك يحتاج أن يكون هناك يعني دعم كبير جدا للجانب الزراعي والجانب الصناعي. عندنا مشكلة حتى هاي اللحظة. شنو المشكله؟ الاستيراد مثلا، يابا احنا تعال هناك معامل مصانع، كل المعامل المصانع متوقفه. احنا قضيه تجربه الحصاد، تجربه كانت ناجحه بالنسبه للشعب العراقي. نعم، ما عندنا احد يعني، بس فقط لازم تعتمد على نفسك. وتجربه كورونا همنا نجحت صحيح، فهذه التجارب يجب أن نستفاد منها. مثلا جانب الزراعه، جانب الزراعه الفلاح ارض العراق ارض مباركه وما شاء الله. جانب الصناعة، أنت تعرف لحتى هذه اللحظة ممكن مصنع ماكو ولا مصنع يشتغل، وكل المصانع موجودة. فيحتاج مو قضية وزير الصناعة، هذا يحتاج قرار دولة، يحتاج قرار دولة يعني، ومجلس الوزراء هو يتابع هذا الموضوع، ووزارة الصناعة تنفذ، لأن هناك ممكن أن لا أخفيك ممكن أن يدخل الفساد المالي والفساد الإداري في ذلك. أنت تعرف أنت الآن كانت معامل مثلا الفلاح
في وضع يعني في وقت الموسم يجب أن نضع ضرائب على الاستيراد حتى يكون السعر منافس للمواطن منافس للخارج. لأن أنت تعرف يجي الفلاح تكلفة مالته مثلاً ب2000 دينار تجي الطماطم المستوردة مثلاً ب1500، فالمواطن الفقير وين يروح؟ يروح لهاي الطماطم بس. هي أنت إذا خليت المواطن وخليت يعني وصعد السعر الطماطم يعني السعر يكون منافس إليه، بالعكس أنت إذا الفلاح اشتغل راح يصير ايضا البقال وغيره واللي يبيع طماطم راح يصير حركه، راح يصير حركه نقل، راح تصير السيارات تشتغل، راح تصير غيرها يد عامله راح تشتغل ايضا، فبالتالي راح يرتد ايجابا على المواطن العراقي. بالاضافه الى ذلك انت تعرف مثلا طماطم ما موجود مثلا معمل معجون الطماطم، هاي مشكله. فبالتالي الفلاح اذا ما قدر عندنا معامل كانت موجوده كلها واقفه، ذلك ليش اقول لك كون اشتغل اليد العامله. انت مو تجيني تقول لي يابا تعال والله خلينا نحل واحد من الحلول تعال عين. تعرف ايش قد انت الان الدوله تعطي رواتب للعراق بين موظف وبين متقاعد وبين منح 8 مليون في كل دول العالم، اغلب دول العالم لا يتجاوز الموظف من 1.5 مليون إلى 2 مليون، اللي نفوسه 100 مليون و200 مليون زين احنا 40 مليون قول من 35 الى 40 مليون نعطي رواتب 8 مليون، هذا سبب ترهل كبير جدا في الدوله. فانا اريد ان اسحب البطاله، تسحب البطاله مو تروح تعين، لا روح انت افتح معامل، روح افتح مصانع، روح افتح زراعه، وخلي هذا اليد العامله، خلي هذا اليد العامله القطاع الخاص حال القطاع الحكومي. بالتالي انا انت كموظف الان، انت الان هسه موظف في قناه خاصه مثلا فد مليون يطو مليون يقول ثلاثه وتجيك هسه وظيفه حكوميه فد 750، صدقني راح تترك هاي الوظيفه ما تك وتروح الحكومه اللي هي 750. طبعا هاي صارت مع واحد صديق لي يابا مو انت جاي يعطونك 1.3 مليون هنا، قال لا مو هناك ضمان. شنو الضمان؟ يفكر بالتقاعد. فانا اذا اسوي تقاعد عام للقطاع الخاص والقطاع الحكومي واعرف هاي الخدمه مالتك انت سواء البقال واللي يبيع شاي والتاكسي واللي يشتغل بالاعلام يشتغل غير دول، انا احتبرهم قطاع خاص ولهم خدمه باكر عقبه، وحتى القطعه مو بس الحكومه تعطيها قطعه الارض حتى بالقطاع الخاص. انت بعد ما راح يصير لك دافع اروح للوظيفه الحكوميه، ليش هذا الالتزام وغيره؟ لان ولاك راح يبقى للعراق. والولاء راح يبقى بالعراق طبعا اكيد 100%. هذا الولاء لان احنا اليوم كمواطن عراقي اليوم ما شفنا بادره خير لا من الحكومه السابقه ولا من الحكومات اللي تولد منذ 17 سنه ولا قبلها. اليوم المواطن البسيط يقول لك انا شلون ابدي ولائي اذا ما يكون عندي فتشي تقدم لي الحكومه ويقدم لي بلدي حتى ابقى عندي ولاء. هاي ضاد لهم بها الشغل بالجانب مال الولاء. الولاء هو الولاء الوطن هو مو فندق يعني انا بس اجي اقعد بيه، لا الولاء هو اكو حاله جذريه حاله فطريه وانت تنتمي لهذا بلدك، ويجب يعني هي ما محسوبه. انا يعني شبابنا احنا خيره شبابنا راحوا في التطوع وطوا شهداء وطوا جرحى وغيرها، وشنو هذا؟ هو انت حاله فطريه بانه لازم تدافع عن بلدك وبيتك. ولكن انا اقول ان حتى يكون هذا النظام السياسي ممكن السؤال غيره، هذا النظام السياسي مقبول لدى الشعب العراقي ولديه الثقة ويتكئ على قاعدة قوية، أنا أتفق وياك. نعم هناك أصبح النظام يعني بمشكلة حقيقية بهذا الجانب، لذلك يحتاج أن تكون هناك تعديلات بالتشريع ويحتاج تعديلات بالقانون، بالإضافة إلى تكون هناك حكومة قوية تطبق هذا القانون. زين أنت قلت المعامل أغلبها متوقفة، اليوم شلون نقدر نشغل المعامل اللي موجودة بهذه الفترة وخلال هذه يعني الانتشار فيروس كورونا اللي اعطانا بصمة بأنه المعامل العراقية والأراضي العراقية والزراعة العراقية موجودة وبخير، شلون نقدر بأنه نبدي هسه بداية حقيقية بأنه نشغل المعامل العراقية لكن الأشخاص الفاسدين اللي موجودين اللي ما يخلون هذا العمل؟ يحتاج هو يحتاج قلت لك يحتاج قرار دولة مو بس وزارة. بالإضافة إلى ذلك أنت تعرف هم يحتاج أيضا أموال حتى تشغل هذا، والآن أكو فد أزمة. ولكن المهم أن يكون هناك قرار بأنه يجب إعادة المصانع، يجب الاهتمام بالقطاع الخاص. بهاي الحالة ممكن تنجح. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بلد انهار بالكامل، طلبوا فقط ساعتين، طلبوا من كل موظف بأنه أنت ضافت الوظيفتك أريد من عندك ساعتين خلال 5 سنوات، بالإضافة أن النساء شاركت بالعمل إجراءات يعني هو الشعب أيضا قام، بس شنو هناك توعية، هناك وعي، هناك ثقافة. خلال 5 سنوات فتحت ألمانيا بعد هذه الأزمة أكبر معمل وأكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط هنا فتحته أعتقد بالقاهرة. فبالتالي يحتاج مهما تكون من هذه أزمة، إذا كان هناك تكاتف، إذا كان يعني ما أعتقد هناك أزمة كبيرة جدا، أزمتنا الاقتصادية شهرين وتنتهي، ولكن تحتاج أن يكون هناك تكاتف. إذا كان هناك تكاتف بين الشعب وبين الحكومة وبين البرلمان أنا أعتقد بأن هذه الأزمة سوف تعدي وبسلاسة. أخيرا
وكلمة للسيد المواطن، وهذه الكلمة من خلال برنامجنا للتاريخ، شو تقول له؟ أقول للمواطن العراقي بأنه الوعي مهم جدا، حق المواطن على الحكومة بأن توفر كل المستلزمات، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا حق على المواطن، هناك حق وهناك واجب، هناك واجبات يجب أن يلتزم بها المواطن، ولا يمكن أن تكون هناك حكومة فاسدة ومجتمع صالح، ما ممكن أبدا. إذا نأخذها من جانب المنطلق الديني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا شخص مو متدين هم على الجانب الليبرالي والجانب الكذا، ناخذ مقوله تشيلشر البريطاني رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت بانه الحكومه هي مراه المجتمع. لذلك علينا نبدا الاصلاح من انفسنا، ويجب ان يكون خطاباتنا وكذلك مطالبنا مطالب واقعيه ممكن تطبيقها من اجل ان يكون هناك امن واستقرار في هذا العراق. مهما تكون من سلبيات هذا وطننا، ايجابياته وسلبياته نتحملها، بالاضافه الى ذلك بانه يجب ان نحدد اولويات وخياراتنا في هذه المرحله التي ممكن ان تكون حاله تاسيس المراحل القادمه. نعم السيد نعيم العبودي النائب عن كتله الفتح والناطق الرسمي عن كتله الصادقون، شكرا لك وشكرا لهذا الحوار. شكرا لهذه الاستضافه وهذه الفرصه، شكرا جزيلا. وشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا، نلتقيكم ان شاء الله بنفس الموعد الاسبوع القادم، الى اللقاء.